السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبود من قناة عبد الرحمن يوسف. نعم يا جماعة، اشترينا الوميض اللامع أقوى بلبل هجومي بباتل بيست، طبعا مش إيفولوشن، بباتل بيست. شوفوا اللمعان، هاي هنا تكارتومي سبيستون وتوي برو شعور وزائد 8 إيرج العمر. يعني هالوميض اللامع لوس لونيور أو أبصر لونور، هاي ضاري، بس ليش كلمة ضاري كبيرة؟ يعني باقي العلب بكون اسم صغير زي سفيان. وهاي طبعا درايفر على شكل نجمة، وهاي العلبة من ورا. طبعا هذا المخطط هو مهم جدا، يعني هو هسه هو ما عنده لا دفاع ولا تحمل، عنده وزن ورشاقة وتدمير وهجوم. وهون طبعا في نصيحة، مش نصيحة، طلع اللي عليها سهم يمكنك من تدمير البلبل بضربة واحدة، وذلك بمهاجمة الخصوم من الأمام. يعني إذا مثلا بلبل هجومي هيك أجا من هون، وبلبل ثاني أجا من هون، بلبل ضاري أجا من هون، وميض اللامع هيك تصادموا مع بعض صدمة قوية، عطول وميض اللامع بفكفكوا عطول. وطبعا هون هو دوران يساري بيحط لك المخطط كيف هو يساري يدور بشكل معاكس بمقارنة بالبلبل الأساسي. وهون الأسماء وأشياء وكيف تحط الملصقات، كيف تحط الملصقات مش موجودة، جزء بس بالإيفولوشن ولا إيش؟ وين ما في كيف تحط الملصقات، بس عادي يعني خلص بنعرف وين من هذا الشكل، يعني شكل اللاير. وبس هاي شعار دي رايتس، شعار الشركة، وتحذيرات ومحتويات المهم خلينا نبلش. طيب شلت اللزقة من هون واللزقة من فوق. صح نسينا، هون دوران يساري والهجوم، يعني هو من نمط الهجوم. وهاي ضاري لوي شي رساقي شي. المهم خلينا نبدأ بفتحه، وانا متحمس، ما بعرف احافظ على العلبة او حافظت عليها شوي. انزع فهي هو البلبل، زي ما تشايفين هاي الملصقات او الستيكرز. اوه والله بجننن عليهم زي برق او اشي، برق. وهنا ورقة التعليمات خلينا نشوفها. ايها طبعا نصائح وكيف بدك تطلق وكيف ابصر شو وكيف. طيب هذا هو البلبل، اول قطعه بتيجي عندنا واللي هي الريبكورد. ريبكورد عادي لونه ازرق لانه دوران يساري زي اللي بيجي مع براثن النصر. وثاني قطعه، والله متحمس فكت لحالها طبعا زي براث النصر. هاي ال يعني لفت هيو. طيب يا شباب، هاي اول قطعه اللاير، وزنها ثقيل ثقيل ثقيل، يعني والله وزنها خرافي خرافي. طيب هنا بيجي على اللاير زي تنينين، هذول الرمادي والرمادي زي ما انتم شايفين. هاي الحمر عيون التنين، هيك تخيلوا هذا هاي عيون التنين هون وهون، هيك زي تنينين، انه الوحش اللي بيطلع منه او الروح. وهاي شكله من ورا، ليش هيك البراغي غريبة كثير، اربعة وهيك جنب بعض، بجوز عشان تمسك التنانين كمان. عشان تمسك التنانين كمان مع يعني مع البلاستيك الشفافية. هيك بلبل شفافي روعة، اسطوري اللاير. شوفوا هنا هذول الزاويتين هون وهون، شوفوا هاي اللي عليهن أسهم، هاي وهاي. هو هيك لما يدور دوران يساري هيك بيجي البلبل يخبط على هاي، بس هاي المنطقة مش كثير هجومية، قصدي هاي، لأنه شوفوا هاي فوق هاي، يعني البلبل بخبط هيك بعدين هيك بيمشي ومباشرة بيجي هون، هيك مباشرة هيك بدحل وبيجي هون بعدين، يعني بتعطي هجوم ساحق اسطوري. لو كان دوران يميني هجوم، لو كان هيك دوران يميني شوفوا
هنا وهنا وهون بيكون هجوم ساحق لو كان دوران يميني. طيب أسنانه من ورا زي ما تشايفين قويات، المفروض يكون قويات. أوه قويات، أنت لو تشوف اللمعان على الحقيقة لا تنذهلوا ذهلان. طيب ثاني قطعة واللي هي الديسك، كويسة كمان، مش خفيفة ولا ثقيلة، متوسط بين المتوسط والثقيل، يعني مش خفيفة يعني. وهي هي من وراء طبعا، اللاير اسمها بجوز لونيجوس بجوز، والديسك اسمه ناين لأنه عنده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مناطق أو شفرات يعني، هيك دوران يساري حاد طبعا بيعطن هجوم. وبس طبعا الأزرق بس من فوق مطلي. الدرايفر على شكل نجمة، هجوم أسطوري، كل إشي فيه أسطوري. الله الله زي ما انتو شايفين والله أسطوري. طبعا هون البراغي مش مصلبة ولا إشي، دائرية لأنه أصلي انت كارتون توي برو. زمبركاته كويسات كمان، كل إشي فيه كويس. أسنان هذا أقوى بلبل هجومي ببيبة البيرست، فخلينا نشوف قوة أسنانه. أنا متحمس متحمس حماس. بطل يركب. أوه بالعكس. أوه والله قويات. إيش فيه قويات؟ قوة مش طبيعي. أوف قاعد بعاني وأنا بفك، تخيلوا. طلع قويات بشكل أسطوري أسطوري. اسمعوا اسمعوا انتو الصوت، شو شكله وهو مركب. أسطوري أسطوري. فخلينا نركب الستيكرز ونرجع لكم. طيب يا شباب خلصنا تركيب الملصقات أو الستيكرز، شوفوا كيف صار شكله. أو ماي جاد صار أحلى بمليون مرة. خلينا نجربه بالحلبة، طبعا ما أخذ وقت كثير طويل. تلفون جو شوت. أول مرة أشوف هيك بلبل هجومي هيك. اهدى اهدى اهدى. طيب طيب يلا اهدى شطور، يلا هيك يفت عن النجمة لعلى الدرايفر. هي هي صفق له. هدي هدي. الله ملمسه خرافي خرافي. تجرب كمان مرة. شوت والله هذا الصور خرافي. جربه ضد خفاش النار. شوت دبل بيرست نيد النزال. شوت خارج الحلبة. نعيد النزال كمان مرة. راح نتنافس ضد شوية بلابل اللي وصل لثلاث نقاط هو الفائز. فيلا أول شيء ضد الخفاش لثلاث نقاط. صفر صفر. 3 1 go. يلا أخرجوا خارج الحلبة وبعده هجومي وبدور والوضع يعني انسى. نجرب نطلق خفاش النار كمان مرة لأنه بيمتص الطاقة كمان. يلا يلا هسا ووميض راح يفقفكوا. شوف شوف قاعد امتص الطاقة. يلا اهزم يا الوميض. يلا لا انا بغلقته. تعادل. طبعا انتوا قاعدين بتحكوا يعني احنا شفنا على الورقة انه اذا بلبل اجى على طول قدامه يعني يفوز، بس اذا كان بلبل هجومي يعني كان سريع جدا بيجي. يلا مني لا فاو. 1-0 لا الخفاش. فهيك 1-0 للخفاش. بعرفش اذا البومين فاز على الخفاش، بس خلص بنحسبها 1-0 للخفاش. 3-1 اوش هيا هجوم. اوه بيست في بيست. خفاش خفاش سلام عليكم.
ليش بيضربوا من تحت الخفاش؟ ليش؟ ايش فيه؟ الخفاش كمان مرة فاز؟ هسه رح اضاعف 2-0، رح اضاعف قوتي في الاطلاق. اوه رح يعادلها، يمين رح يعادلها. لا لا تقول الخفاش كمان مرة. البوميد فاز ف2-1 للخفاش. في فنك عشر. ليش البوميد ما بيعمل بيست؟ اصلي دويست البوميد مال البوميد. نافس البوميد ضد اللهيب المستعر. طبعا انتو بتحكوا ما هو اللهيب المستعر، حديدته ضايعة وين راحت؟ بس راح نحط حديدة البرق. طبعا انا حكيت انها ضايعة بفيديو فتح الحلبة، اللي ما شافه يروح يشوفه الان او بعد ما يخلص هذا الفيديو. فيلا نبدأ بالنزال. هاي اول جولة، اللي بوصل 3 نقاط هو الفائز، والجولة الاخيرة ضد العميد. اخرجوا خارج الحلبة بضربة واحدة، خلص من هسه فايز. اوه في النتيجة 1-1. من مرة اخرج خارج الحلبة 2-1 للوميض اللامع. قوشت قول، حسيت انه لهيب حيفكفك الوميض هيك بتتضربه. والله الوميض خرافي، بس حد الان ما في ولا بس غريب. نجربه جولة اضافية اذا هسه الوميض فاز. 2-2 والمواجهة الحاسمة. قوشت قوشت، هاي الجولة الحاسمة، بعدين رح نعمل جولة إضافية لأحلى متابعين. اللي بتابعوا الفيديو لهسا ضد عين الصقر الأصلي من تكارتو ميتوي برو. أوه شوت، الكاميرا راحت، الكاميرا مالت. طبعا نعتذر، خبطت الكاميرا بالغلط. بس هيك بنكون وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم الفيديوهات الحماسية القادمة والنزلات الخرافية الجديدة. وبس كان معكم عبود من قناة عبد الرحمن يوسف، ومع السلامة. الله ما شاء الله يا عبود، ما شاء الله استفدنا منك كثير صراحة. ايدي معرقة تعريق. يلا 3-1 جو. لا حول ولا قوة الا بالله، شكله ما راح ينطلق للابد. ترى هو بوقع مني يعني جد.